أخبار اليوم. حابب اشكرك على اللقاء الجميل دوت، وبصراحه من فضل ربنا النهارده قدمنا شو جميل الحمد لله، نال رضا واعجاب كل الناس الحضور. ويعني انا حبيت اقدم الاب نورمال، بكسر قاعده الرجال المعتاده يعني الكلاسيك الحاجات العاديه ديت، وعملت التكنيك كالرز زي ما انتم شايفين كده. Insomnia. I can't sleep. Something's all over me. Greasy. طبعا احنا في لبنان بلد الموضة، واكيد يعني الجو ده هو جو اوروبي يعني مش شرقي شوية. والله في المغرب كان الحمد لله كان في توفيق كبير من ربنا الحمد لله، وعملت برضو كشغل فانتازيا كله، كنت عامل شخصية دراكولا برضو، كنت بكسر قاعدة المعتاد يعني، وكان في الأهل المغرب بصراحة أهل كرم كلهم، ونال إعجاب الناس الحضور كلهم الحمد لله. هو حاليا أحدث قصات الشعر الرجالي الكلاسي السيمي كاجوال، يعني السيمي كاجوال ده يعني ولا جيل ولا سشوار، زائد طبعا الكالرز شويه داخل، طبعا مش اب نورمال قوي كده، بس داخل الكالرز في الرجالي. الرجالي على فكره في طفره كبيره جدا من الفنانين في مصر، تطورات كبيره جدا بيواكبوا الموضه في العالم كله الحمد لله. بشكر كل الناس اللي كانت معايا، بشكر كل الدول، وببدا تكريمي للاستاذ رمضان رضوان اللي امبارح شرفنا على المسرح بجد بالموديل الجميل اللي عمله. اتفضل يا استاذ رمضان.